انتم ملاحظين معي قديش نجوم كترانه، نجوم الطرب والغناء، فنادق خمس نجوم، نجوم الرقص، نجوم عرض الازياء، مطاعم خمس نجوم، مطاعم ثلاث نجوم، نجوم 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 نجوم. معقول ليلنا بهالسواد لحتى عم نشوف كلها نجوم؟ بجوز معتمه. وين كنتي؟ ليش انت شو دخلك فيني؟ من غير ما تطلع اصواتنا باخر الليل، عم بسألك وين كنتي بتجاوبيني يا مان. كنت سهرانة مع نسوان الوزراء، ولا كمان هذا الشيء ممنوع وبتعتبره تدخل بشغلك؟ لا مو هيك قصدي، بس ما شاء الله دغري تعرفتي عليهم؟ شو ساوي حبيبي، حضرتك مو فاضيلي، مشغول مع الخواجات نبيل وابو حده وعاصم وكمان السكرتيرات، اخذين كل وقتك. مو ملاحظة أمل إنك تغيرتي، ما كنتي هيك. ليش أنت اللي كنت هيك؟ لك أنا العيون علي عشرة عشرة، الوزارة كلها عصابات بدها تفشلني. حاولي تكوني عون إلي عليهم، أنا جوزك. الحمد لله اللي متذكر إنك جوزي. أمل، هلأ راح بحكي معك جد بقى وبدون مزاح، إياكي تتدخلي بشغلي، إذا بتتدخلي بشغلي فعلاً راح أزعجك. حمدي حاجة تهددني وتقوقعني بأوهامك وأفكارك، طلعتني مثل الجدبة قدام نسوان الوزراء، كلهم بيعرفوا الشاردة والواردة بوزاراتهم إلا أنا، لكن معقول أدرى منهم إنكن عم تساووا الضاحية السابعة؟ وإنتي شو دخلك بالضاحية؟ ما في شي حبيبي، بس انقهرت لأنه أم فؤاد هي اللي عم تخبرني شو عم يصير بوزارتنا، أنا ما بعرف شي، لك أنت ليش هيك عم تصغرني قدامهم ليش؟ تدخلك بشغلي إهانة إلي. إهانة إلك؟ يوم اللي ضليت سنتين قاعد بلا شغل وأنا عم بصرف بالبيت ما حسيت بالإهانة؟ يوم اللي حطيتني ببوز المدفع دافع عن هالبيت مع أبو الخير ما حسيت بالإهانة؟ ويوم اللي نقلني لمفتش وبهدلني ومسح الأراضي فيني وما قدرت تحميني ما حسيت بالإهانة؟ ويوم اللي راحت أرضي وما قدرت تدافع عنا كمان ما حسيت بالإهانة؟ ويوم 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 كل هدول الأيام ما حسيت بالإهانة، بس هلأ عم تحس بالإهانة يوم اللي أنت صرت معزوز وأنا عم حاول ساعدك؟ ما في أمل، الحديث معك ما منه سمرة. دق المي. شو أبوك وخالتك راحوا؟ اي راحوا، انا وياك لحالنا بالبيت. غسان وين كنت امبارح؟ كنت عند رأفت. ليه؟ غسان عم قلك وين كنت امبارح؟ شو عم تحققي معي؟ ما بيكفيني أبوك امبارح جايتيني هلا؟ اخي والله عم بسألك لأني خايفة عليك. أنا مو ولد صغير تخافي عليه، عن إذنك. لوين رايح؟ لعند الرقاصة ما؟ رقاصة؟ غسان لا تنكر، أنا سمعتك مبارح بالليل وأنت عم تحكي معها على التليفون. عم تتجسسي علي لك عليا؟ شو كان بدها منك لحتى طلعتك من البيت بآخر الليل؟ شو قلتي؟ قلت شو كان بدها منك لحتى طلعتك بآخر الليل من البيت؟ لك عشان إيه؟ معلش علي يا حبيبتي ما تدخلي بشغلات اكبر مني. انت بتفوتي بتنتبهي لدروسك، بتلعبي بالعابك، بتحكي مع بلبولي الاجدب تبعك، بس بمواضيعي انا ما تدخلي ماشي؟ لعند هون حدودك.
وابوك يعني اذا في مجال كلمه واحده لا تقولي له. واذا قلت له؟ اذا قلت له، اذا قلت له بحياتك انت واهلك ما عاد تشوفوا خلقتي. انا اساسا قاعد مشانك. علي عليكي، والله ما هان علي روح على الشغل قبل ما اجي اطمن على حبيبتي واختي جيداء، شوف شو صاير فيها وهالمصيبه اللي واقعه فيها. خدي تقبريني، خدي. يسلموا الايدين، عزبتي حالك. لا ولا تقبريني. شفتي؟ شفتي يا فتون اخي معالي الوزير شو عمل فيني؟ شفتي؟ عنده كل هالضواحي واستكتر على اخته شقه تبيض وشها فيها. ماله حق بنوب بنوب، لا تزعليني. بس يعني بلكي معذور. لا معذور ولا شيء. من كم يوم قطع خالي عاصم شقة. صراحة جيداء أنا دريت بالقصة، بس ما حبيت خبرك، يعني ما حبيت إنه يصير خناقة بينك وبين أخوكي. وفي شي تاني أكيد يحيى ما قلك إياه. خير؟ شو هو؟ ما قلك يحيى شلون خالك عاصم أخذ الشقة؟ بلا عرفت، الشمقرين أمل هي سبب كل القصة. حبيبتي هي نص الحقيقة. نص اللي ما قلك إياه إنه في وحدة ملاعبة والعليها مأواها، عم تلعب بحمدي لعب وشو ما بدها بيساوي لها، حتى يمكن يسلمها محلي. مينو هي؟ هي اللي دبرت الشقة لخالك عاصم، واخوكي حمدي دغري وقع لها. على كل حال شو ما صار بأمل بتستاهل، هي اللي جابتها على الوزارة ودعمتها. وهي أنا وأنت يا جيداء، إذا ما هسرنا وبتخطفوا لحمدي وبتتجوزوا، بكون أنا جدبة وما بعرف شيء. هلا كل هاد عم بصير عندكم بالوزارة وأنا مالي دريانة مثل الأطرش بالزفة؟ حبيبتي جيداء أنا فهمتك، طول ما أنت بعيدة عن الوزارة ما رح تقدري تساوي شيء. شو صار بوظيفتك؟ قلت له ليحيى يذكره، مشي الحال مشي، مع مشي وحياتك من بكره، لروح طربق هالوزاره فوقاني تحتاني على روسهم كلياتهم، وما رح يهمني حدا. الله يسامحك يا عمي. شقة بستكتر على اخته. تقبريني لا تبكي، خلص لا تبكي. امي شوفي جايبت لك اغراض حلوين، امي قيسيهم. شبك حبيبتي؟ شايفك مو على بعضي. امل شبها عصبيه وعنيده كثير، خايفه تخرب لنا شغلنا. شلون يعني؟ ما فهمت شو اللي صاير. حاطه راسها براس حمدي، بدها تخليه هو على جنب وتسيطر على الوزاره. ايوه ليش بتقدر؟ طبعا لا، ما هو الثاني اعند منا، وانا خايفه انه المشكله تكبر بيناتهم كثير وما بقى نسيطر عليها. ما فهمتي شو سبب الخلاف؟ يا سيدي هو مصر يخليها ببيتها وما يدخلها بشغله نهائيا، يعني ببساطه بده اياها ست بيت فقط لا غير. أنا نصحتها كتير، بس ما عاد ردت علي، وخايفة إنها ما بقى ترد علي، والأنكى من هيك إنه هو مفكرني الأم الروحية تبعها، وإني عموزة وخرب لعقلاتها. صاير كرهاني كتير. معلش بسيطة، طولي بالك. يا حبيبي، أمل ما عاد إلك سلطة عليها، وحمدي كرهانك، وأبو نوار حلقوله، أنا ليش حاويكي؟ هلأ الكل كرهانك، وأنا بدي أتحملك؟ ليش؟ والله أيامك قربت يا نادية، قربت. صحيح اليوم نزل بكير من الشغل، عاوزتك. ليش؟ حكى مبارح بالليل معي أبو جلال وقال بده أنا ما بعرف شو بده مننا. ها حكى معك؟ ايه حبيبتي روحي لعنده، أنا شو دخلني؟ ليش لحتى تاخديني معك؟ تمام شبك أنت، شو صار لك؟ معقولة روح لعند رجال لحالي؟ لازم تروح معي. والله ما انتبهت. على كل الأحوال أنت أخت رجال ما بنخاف عليكي. مع ذلك لازم تروح معي، الساعة 11 بنتظرك قدام الجمعية. أمرك حبيبتي. أبو جلال عم يتصل معك؟ إيه شو علي؟ وصلت الرسالة يا أبو جلال وفهمتها. بدك تحجمني وما تعبرني؟ بسيطة، نتحاسب. شبك ليش هيك عم تطلع فيني؟ ما في شي حبيبتي، عم عبي عيوني منك قبل ما اروح على الشغل. لا دير بالك على حالك، مفكر بصدق هالحكي كتير. مثل ما بدي. تفضل بمالي تفضل. قلت لحالي هي الورده ما بتلبق غير للانسه فتون. انت الورد واحلى من الورد، والورد لك والله اكبر، مكتبك مزين لونك بتشب. انسفتون في مجال نشوف ساعه وزير شوي. ساعه
سعادة الوزير مشغول مو فاضي لكم، تفضلوا الله معكم. يا أنسي أنا سعادة الوزير مشغول الله معكم. لا لا الموضوع كثير ضروري لأنه هي الأخبار يعني أستاذ محسن أنت موظف ولا معقب معاملات؟ تفضل روح لمكتبك أحسن ما أخلي سعادة الوزير يعاقبك ويمنع هالأخبار تتوقع بحياتك. لا يستر على عرضك تخربي بيتي. سعادة الوزير أي ممنوع حدا من الموظفين يرافق التجار والمراجعين، بقى اللي بده يوقع أخبار أو عنده طلب بيجي لعندي انا بالذات انا اللي بمشي له شغله. بقى تفضل الله معك. ايوه توقيع الاضبارات عند الانسه فتون لا تبرك تجيبني معك وتاخذني الله يرضى عليك الله معك عبد الله. انت استاذ محسن الله معك. انا الله معي. ايه شري انت خليك. شو قصه هالاضباره؟ هذا العقد الي على اساس ورد لكم 100 طن حديد بسعر 26 ليره الكيلو، لما ساويت العقد كان سعر الكيلو 24، فجاه ارتفع سعره وصار 32، يعني اذا بنفذ العقد بخسر 600,000 ليره يا امزه، بجوز من الله تخسروني هيك مبلغ؟ شو المطلوب؟ يعني بركي سعاده الوزير بيكتب انكم مو بحاجه للحديد، هيك بنفسخ العقد ويا دار ما دخلك شر. مين كريم عبيد؟ حرام هلا يا عدي. شو بتجي على الوزارة ما تمر لعندي؟ شو نحن ما بننزق؟ لا ولا على راسي، بس انا موعد عمي ما بيتأخر عليه. بخصوص شو؟ انا حكيت هيك مع محسن اصلا قدامك بس لفهمك انه بكل هالوزارة مالك حدا غيري انا. سيماهم في وجوههم، الله يزيدك ويعلي مراتبك. على كل حال انت كريمة ونحن بنستاهل وان شاء الله ما نقصر معك. اذا انا وقعت لك هاي الإدبارة بكون وفرت عليك 600,000 ليرة، شو اتعبي منه؟ أحلى هدية إليك. لا 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 أنا ما بدي هدايا، أنا بدي منهم 200,000 ليرة. 200,000 مو كتير؟ لا مو كتير، يعني بالعادة بيكون في شيء اسمه هدية التعارف، أنا دمجت هدية التعارف مع أتعابي قاموا طلعوا 200,000. شو قلت؟ تكرم عينك، خلص وقعية وإلك 200,000. خلص اتكل على الله، مر بكرة ولا قلك مر اليوم إلا لكون وقعتها. أنا شايف إنه التعامل معك أريح من كل شيء تعاملت معه، عن إذنك. الله معك. أنا سفوتهم من بعد إذنك. سعادة الوزير طالب الساعة يفوت ليك وفات، عن إذنك. معلم، مشان شكوى المدرسة غصون شو بنعمل فيها؟ لا تعمل فيها شيء، خلي لي إياها على جنب، هي لها عندي تدبير ثاني. ولا أقول لك، جيب لي إياها. حاضر معلم. شبكن يا جماعة؟ شو صاير لكم؟ شو هالترهل؟ مو معقول مو معقول، شو صاير لكم؟ والله ما عدنا عم نلحق يا ست أمل، ما عدنا عم نلحق. أنا وشازا إيدنا لحالنا، كيف بدنا نلحق على المدرسة؟ وين الست وداد؟ وين الست خلود؟ مو حضرتك رشحتيهم ليحضروا مؤتمر المغرب؟ إيه راحوا؟ شو هالقصة يعني؟ وين غصون؟ وغصون كمان طلع قرار نقل هالجبال التلج، يعني سفيدة لحالنا ما عاد تداوم. لك شو على كيف تداوم ولا ما تداوم؟ هدول طلاب ولازم يتعلموا، بتضل عم تدرس لحتى تساوي الانفكاك، مو بترفك لحالها؟ الحكي بسرك يا ست أمل، سمعت أنا إنها راح تشتكي لعند الوزير، وبصراحة أنا لا لي قد الوزير ولا لي قد الحاجب اللي عنده. الله يخليكي يا ست أمل، لاقين لها شي صرفة معها. خلاص بقى خلاص، اتركوا الموضوع علي. يعني كيف بدنا ندبر حالنا؟ ما في غير أنا وشازا. ايه يا جماعة شو بكم صرعتوني؟ خلي الآذن يدرس الطلاب، شو القصة كيمياء؟ يلا تصرفوا يلا. هدول العقود دققتهم، لو سمحتي بتدخلين لعند سيادة الوزير مشان يوقعون. تكرم عينك، أي أوامر تانية؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شلون بدك يعني أحكي معك؟ حبيبتي حركاتك هي ما بتمرق علي، فهمتي؟ أي حركات؟ عن شو عم تحكي؟ سعادة الوزير ما بيحب حركات الدلع والمهيصة تبعك، احفظي أدبك واحترمي حالك لما بدك تفوتي لعنده. لك أنت كثير زودتي معي، أنا داخلة لحالي. مو فاضيلك، مشغول سعادة الوزير. لو سمحتي بعدي. عم أقول لك مو فاضيلك. ماشي، حسابي معك بعدين. الله معي. اف يقطع عمرك انت وهالتوقيع، ضروري تساوي كل هاللفات؟ Thank you.
الموافقة. بتودي طلبك للديوان وتخليهم يطلبوا اضبارتك من المديرية. يسلموا يا عمي. يا سلام يا سعادة الوزير، يا سلام، فعلا رأيي ينم عن رؤية صائبة وبعد في النظر بالسيد نبيل، كتير مناسب ليكون مدير مكتب الأستاذ تمام، وأنا رح أجي استلم مدير مكتبك إن شاء الله. يحيى لا تتدخل بشي ما بيعنيك. أمرك أمرك سعادة الوزير، بس منشان وظيفة جيداء هي قالت لي أحكي معها أخي، وأنا يعني بتعرف راتب واحد والله ما بكفي سعادة الوزير، أكل وشرب ودواء. لك انت ما عندك احساس، كنت تشتغل شحاد بزمانك، شيء حق دواء والولاد والاكل، مشتهي مره واحده اشوفك زلمه. ارفع راسك. الله يسامحك يا سعاده الوزير. تامرني شيء يا عمي؟ الله معكم. سعاده الوزير وقع لنا هدول. مأشري عليهم الانسه رغب؟ طبعا. شو هاد؟ هاد؟ ما إلا بق. الو اهلين خال. لا لا وقعت له طلب ومشي الحال. اي خالي خبروني جماعة الحزب ما بتأخر ان شاء الله. خالي بطل لي العادة حاجة تضوج علي بقى، خلص لعيونك ما بتأخر. الله معك. يا علي على رجليك. شو رأيك تروح معي اليوم على الغداء؟ يعني بابا حبك كثير وطلب مني شيء بس ما يعرف. طيب يعني امبارح كنا عندكم ما بدي لبككم. ايه بس امبارح ما قلت شيء. صحيح غسان، شو هذا الشيء الضروري اللي خلاك ممكن تكون تهرب امبارح؟ والله بابي كان موصيني على شغله وتذكرت اخر شيء. بتعرف غسان؟ انا بهنيك على الاب اللي الك، يعني الكل بيحكي عن شرفه واخلاقه، وسمعته بالبلد مثل المسك. حقيقة نحن كمان لمعلوماتك بابي ربانا دائما على الاخلاق والشرف الحميده، وكان دائما يقول لنا يا اولاد اهم شيء النزاهه. الحمد لله الحمد لله يا رب. تعرف نفسي اتعرف عليه، يعني اذا ما عندك مانع. والله مالك مصلحه. لا يعني مو مالك مصلحه، يعني انه هو مشغول وما له فاضي ودائما عنده عالم. يلا غير مره غير مره. يلا بالاذن عندي مشوار ضروري. سلام. اسف تاخرت عليكي. ما ما في مشكله. خير شو في؟ كل كلمه قلت لي اياها عن غسان طلعت مزبوطه. انا امبارح تاكدت. شو صار؟ خلينا نحكي بس مو هون، ما بدي غسان يجي ويشوفنا. امشي. اي طيب تفضل. مرحبا. تفضل. طمنيني كل شيء تمام. هي اضبارتك موقعه ومختومه. ممنونك ممنونك كثير يا انسه، صدقيني ماني عارفان كيف بدي اتشكرك. لا يا اب مالك، انت بتعرف كثير منيح كيف بدك تتشكرني. والله بيطلع لك وبيطلع لك اكثر من هيك كمان. هلا وين اخذها؟ لقسم العقود بيفكوا لك العقد وبتسترد تامينك. يعني ما مر لعند المهندسه رغد؟ اياك، ما في داعي تشوف خلقتها ولا تشوف خلقتك، عم تفهمني؟ امرك تفضلي. هاي كرتي في عنواني ورقم تليفوني، إذا احتجتي شيء أنا بخدمتك. عن إذنك. الله معك. شو ما فضي ساعة الوزير؟ لا بس أنا ضروري أشوفه. ممنوع. هو قال لي أي شغلة بتشوفيها ضروري تراجعيني فيها تعي لعندي. وأنا عم قلك سعادته مشغول، وقت اللي بيفطى ببعت وراكي. الله معك على مكتبك. ايه والله مثل ما توقعت، ما راح تحل عنه لتستفاد منه بكل شيء. خايفة إذا قلت له لبابا يقوم غسان يهرب من البيت، أخي وبعرفه منيح بيعملها. ايه والله، وأنا هيك رأيي كمان. يا ربي، طيب والعمل؟ يعني معقول نشوفه لأخي رايح للبلا برجليه ونتركه؟ ولا يهمك،
ولا يهمك يا خانم وحياتك وحياه عيونك، ما راح خليها تستفرد فيه وانا عايش. شو راح تساوي؟ راح اكون مثل الشوكه بحلقه، وين ما التفتوا بيطلع بوشهم حتى افهم كل شيء. صحي وينه غسان؟ بالمعهد. بالمعهد؟ ايه بالمعهد. ايه بص ايدي اذا مو عندك. عن اذنك بدك شيء؟ سلامتك. سلام. وانت كمان امل خانم، لازم تطوري وزارتك، لازم بصماتك تكون باينه فيها، واذا بتريدي اي مساعده انا جاهزه. صدقيني كانك بقلبي، انا هذا الشيء اللي عم بسعاله. ومثل ما بتعرفي يا خانم نحن ما لنا غنى عنك. على ذكر المساعده، في طلب صغير بدي اياه منك. مري، في انسه بالمدرسه اللي كنت عم درس فيها قللت ذوق وطولت علي، فعملت لها فركه اذن. أم بصراحة راحت لعند جوزك الوزير واشتكت علي. تطاول عليكي رح دفع ثمنه غالي، وبكره رح تشوفي. ممنونتك يا خانو. ما في داعي، نحن اخوات. صحيح إليك ولا للديب؟ خس الديب، امريني. انا كمان إلي طلب صغير عندك. عندي انا؟ تفضلي امريني. عندك بالوزارة موظف فهمان ومحترم وبخصني، اسمه محسن. ايه عرفته. في وحدة قليلة ذوق اسمها اظن فتون عم بتضايق أو تأذي، بتمنى تساوي لها فركة إذن وتعرفيها حجمها. وحياتك ما رح خليها بمكانها يومين، أنا شخصياً رح أعزلها. شكراً كتير إليك. أهلا وسهلا، ما تواخذوني تأخرت عليكم. فيني يفهم هاي الضارة شلون مشيت؟ وأنتي شو دخلك؟ بدك تحاسبي سعادة الوزير على توقيعه؟ لا، ما بدي حاسب سعادة الوزير على توقيعه، هو حر بيصطفل بيوقع وين ما بده، بس أنا توقيعي ما بتزور. دخيلك ودخيل توقيعك، توقيع وزراء والله. يلا روحي على مكتبك امشي. ماني رايحة لحتى قابل سعادة الوزير، عم تفهمي ولا لا؟ عم قلك روحي على مكتبك. لك شوفي شوفي انت وياها. بدها تفوت غصب عني لعندك. سعادة الوزير حضرتك موقع هون، وهي الأدبارة فيها خربان بيوت، يعني فيها خسارة للوزارة 600,000 ليرة سوري. أنا وين؟ شوف أستاذ، هاي توقيعك وهي توقيعي، وأنا ماني موقع على هاي الأدبارة، معناتها في حدا مزور لي توقيعي. هاي حبيبي، شو على الموعد؟ تمام، كيف عزماتك؟ يعني خايف بصراحة. خايف؟ ليش خايف حبيبي؟ يعني بدك يعني أزور توقيعي بما خاف انت التاني، شو هالحكي؟ روحي وحياتك، لو في ذرة خطر عليك اصلا انا ما بطلبها منك. شو؟ شايف طلاب المعهد صاروا عم يداوموا عنا؟ حبيبي ايمك منه هلا، خلينا بشغلنا. اصلا غسان ما اجى لحاله، المعلم ابو معتز بعت ورا. مين اللي موقع هالادباره بدل الانسه رغد؟ شو بعرفني، مثل ما اجوني الاضابير دخلت لك اياهم. بس هالادباره ما كانت بين الاضابير يلي جبت لك اياهم. لكان انا حطيتها، شو عندي اضابير هون على حسابي يا انسه؟ أنسة رغد بترفعي هاي الأدوارة للرقابة مشان يحققوا بالموضوع، بترفعي لي تقرير باللي زور توقيع. حاضر أستاذ. تعي معي عاوزة. حاضر أستاذ. بعت لك حمى ما أسألك. اف يا فتلت لك عقلك بربع ساعة. لا الله، شلون بدي أخلص من قصة التزوير شلون؟ هالعيلة اللي الله رمهني فيها، بخدمهم بخدمهم وبالأخير لا جزاء ولا شكورة، ما في إلا خربطهم ببعضهم البعض. رح أجيب جيداء تتفاهم مع أخوها. أصلاً جيداء عائلة جوزتين بخرج، بيكفي أذكر قدامها أمل لتخربط الوزارة فوقاني تحتاني. ممتاز، تقرير العقود القديمة رح يوصل أبو جلال للسجن. بس في عنا مشكلة. شو هي؟ هو ما رح يدخل لحاله على السجن، الوزير السابق معتصم بده يدخل معه. وإذا وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ الأستاذ معتصم حالياً هو مدير مكتب مكافحة الفساد، هو قوي كتير هلأ، مو معقول يحاكم حاله. لا تغرك الأسماء الكبيرة يا أنسة رغد. هدول تماثيل منقش،
بتشوفيهم من بعيد بتفكريهم بخوفوا، بس لما بتقربي منهم بتكتشفي قديش هالشين وضعاف هن. سعادتك أدرى بهالمواضيع يعني، واللي بتشوفه مناسب نحن بنعمله. بهذا التقرير اللي رح حوله للتفتيش رح يعرفوا كل الناس انه اللي مثل ابو جلال والوزير معتصم ما قالوا الحصانة. ساعتها الناس بتتجرأ وبتحكي. شو مشان توقيعي المزور؟ الرقابة اللي رح تحقق بهالموضوع. انا ما بحب اتهم حدا، بس انا متأكدة انه فتون هي اللي مزورة. شو عرفك؟ تاجر صاحب هالعقد مر لعندي أكثر من مرة وأنا رفضت وقع له. اليوم لما مريت لعندك لمراجعتك شفته طالع من عنده وحامل بإيده الأضبارة. وبعدين؟ وهي إجارة سبب تاني مشان نخلص منها لهالمقصوفة الرقبة، منه برتاح منها ومنه بخدمة لحرم الوزير. أمل صار وضعك مكركب بين الوزارات، يعني إذا ما زبطت معك هالمرة ما عاد يقبضوكي أبداً. أوف لهالدرجة؟ طبعاً يا حبيبتي، إذا ما شلتيها يعني أنت ما بتموني على وزارتك. ساعتها شو بدهم فيكي؟ وحياتك ما رح أتركها بمكانها، وبكرة بتقولي أمل قالت. بعدين في سبب تاني بشجعك إنه تشيليها. شو هو؟ شبنا أرض صاحب المطعم أبو معتز، شلون نوقع له الورقة تبعه وهي موجودة؟ ليش هي شو دخلها؟ هلأ ما قلتي لي سعادة الوزير مستحيل يوقع الورقة؟ بلى بهالحالة بدنا نوقعها من فوق الأساطيح، يعني لازم تمر لعندها، مو هي مديرة مكتبه. شبنا أمل؟ يا على عيونها إن شاء الله. تعرفي خطرت لي فكرة، بدي اضرب فيها 10 عصافير بحجر واحد. تعي تعي نحكي بالسيارة. مو معقول حظي، كل ما بخلص من قصة بتطلع لي قصة أكبر مني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ غسان. أهلين أبو عتز. بصراحة أنا بعثت لها خبر لأنه في موضوع بدي أحكي معه. والضال يا سيدي اشتريت شقتين بالضاحية السادسة. يارك يا عمي عملي مثل الكذب. الشقتين طابق أرضي وعملت فيهم شوية تعديلات. أنت السقف تبعهم يعني؟ لا بنيت فيهم محلات تجارية. بنيت محلات بقلب البيو؟ والله فكرة. يعني قصدك انه اذا اعتزت شيء بتشتري دغري من المحل؟ لا لا بنيتهم على الشارع العام. قاموا انذروني بالهد. ايه انا شو مطلوب مني يعني؟ ها مطلوب تحكي لي مع السيد الوالد او تدبر لي بمعرفتك استثناء من الهد، ما بتكون الا رضيان. ولو يا ابو معتز اكرم عينك. وين رايح؟ ما بتقوم قبل ما تشرب شيء. يا اياد فنجانين قهوه. شو عم تعمل حبيبي؟ عم شكر. اسمعيها نصيحة مني، جوزك بده يضل ماشي على الصراط المستقيم، وهيك تصرف رح يقضي على مستقبلك ومستقبله. ما أنا مشان هيك عم حاول ألعب من ورا ظهره، مشان أنقذه. ها هي تمام، صف على اليمين بدي أنزل. ليه بدك تنزلي؟ لك ليش بدك تنزلي؟ مبارح حكى معي أبو جلال، قال بده يشوفني ضروري، الظاهر في شي مشروع جديد. وليش عم يحكي معك؟ إلك ما حكى معي إلي؟ حبيبتي، اللي مثلك ما بيتعب حاله، بيجي على الجاهز، أنا بشوف شو القصة وبخبرك. مرحبا مدام أمان. يلا حبيبتي نادية صار لازم نمشي. أنا متأكد إنه فتون هي اللي زورت توقيعك، بس خلينا نترك هالشي للتحقيق. إيه أستاذ، بس هي بموقعها ممكن تورطك كتير لبين ما يخلص التحقيق. على كل حال أنا ساويت ختم خاص فيه، كليشة بحتفظ فيها، أي توقيع لي ما في عليه هذا الختم ما رح أعترف عليه، على الأقل هيك بجوز أحمي حالي. وما هاد سعادة الوزير بتضل خطر عليك ولازم تغيرها. طيب رغد، شو رأيك تستلمي أنت مديرة مكتبي؟ لا 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 أستاذ، يعني يا ريت تعفيني من هالمهمة، ما بقدر. أنا بحتاج بمكتبي لحدا أثق فيه، أنت الوحيدة بهالوزارة اللي بثق فيها، شو رأيك؟ تفضل. هي رأيك كلها صارت جاهزة. نبيل؟ أهلين رغا. كيف شو هني؟ شو عم تساوي هون؟ أنا مهندسة هون، أنت شو عم تساوي؟ أنا انتقلت لعند عمي. شو بتعرفوا بعض؟ نبيل صديق قديم من أيام الجامعة. بعدين هو اسم على مسمى. أستاذ بظنه أنسب شخص ليستلم مدير مكتبك. بعدين نحكي بهالموضوع بعدين. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. يا اهلين وسهلين بالمعلم ابو جلال. اهلين ناديه خانو. اهلين سيد. اهلين سيد تمام. اهلين مدام. اهلا وسهلا. ما شاء الله، شو هالقلعه الحلوه هي. مع انه مو عجبتني، عم فكر اعمل ديكور احسن وافضل. لك شو هالمهندس الزفت هادي اللي حاطه؟ هي صار له 3 شهور ولهلا ما سوى شيء. رح يخلص مدام، رح يخلص. انت بتعرفي انه الديكور بده وقت. عفوا بتسمحوا لي اتدخل؟ بخبرتي المتواضعه بالديكور
حضرتك بتفهم بالديكور؟ الله يسامحك يا مدام. اسمعي نادي قلبي بفهم بالديكور. عظيم، تفضل اشرح لك الموضوع. ايه تفضلي ولو قبلك. شرفي مدام، شرفي. كيفك؟ مشتاق لك. الحقيقة أنا وقتي بتفضل. الحقيقة يا مدام، أنا بحب كل شيء ينطبخ على أصوله. هلا العوامة إذا شلتيها قبل ما تستوي بتطلع عجيب، وإذا تركتيها على النار بتحترق. نحن إن شاء الله يا أبو جلال رح نكون النار الهادية يلي بتستوي عليها العوام. الوزارة هي إلي، ما بسمح لأي تاجر أو متعهد بالكون يدخلها وأنا موجود. شو ما بتكون أنا جاهز، شو ما بتكون، شو ما بتطلبوا أنا جاهز، بس هي الضاحية السابعة بالذات بدي إياها بأي ثمن. يعني ما اختلفنا، بس كيف؟ يا ستي، الوزير عم يحاول يدخل متعهدين جدد للوزارة، وهذا بيسيء لسمعتي. بدي منك انت والست أمال تقطعوا لي رجلهم على الوزارة. طيب شو بتقترح؟ بكرة بس يصير تقديم عروض بتخبروني عن أقل سعر مقدم وأنا بحط أقل منه، وهيك منقطع رجل التجار نهائياً على الوزارة. يعني أوكي أبو جلال، بس نحن شو بيطلع لنا من وراء القصة؟ أكثر ما تتوقعوا. يا ستي، أنا رح شارككم بالمواد والإحضارات والإكساء، يعني بدك تقولي بيطلع لكم بحدود 30-40 مليون من وراء الضاحية. أوكي خلص، أوكي إن شاء الله خير. حبيبي تمام، نحن تأخرنا صار لازم نمشي. ما أوكي حبيبتي، أوكي أنا مستعد ضل أشرف لك على ديكور الفيلا، بس بشرط واحد. شو هو؟ أني ضل شوفك دائما. لك دخيل الغني جنح. خير خال، حاسة في شي مضايقك؟ ليك يا عمو أمل، أنا رجال دغري، بحب لما أتحالف مع حدا يكون كل شي واضح. ليش حاسس في شي غامض لا سمح الله؟ حاسس في شي مخبى ما عم ينحكى، وأنا بكره الغدر. الله يسامحك، والله نيتي تجاهك مثل التلج الأبيض. واتجاه نبيل؟ واتجاه نبيل واتجاه الكل. الله يسامحك، لو ما بعزه لنبيل كنت رجعت له وظيفته. يعني رجع ومشي الحال؟ طبعا، هلا بيجي وبتسأله. بكره الايام رح تثبت لك قديش انا بعزكم. خير ان شاء الله. هي اجا حمدي واجا نبيل. مرحبا. اهلين رفيق. مرحبا رفاق. اهلين يا رفيق. شكرا. وانت بترد لي جواب؟ انا هلا رايح الوزاره، شوف شنو مكاني وبرد لك خبر دغري. يا بس هلا خلص الدوام. اب معتز حبيبي، الوزراء ومعاونينهم ما لهم دوام معين. ايوه. وهلا رح نباشر الانتخابات بطريقه ديمقراطيه. الاسماء المرشحه لرئاسه الحزب انا طبعا، والرفيق اكرم، والرفيق حمدي، والرفيقة أمل. عفوا، بس مثل ما بنعرف كلنا ما حدا بحق له يترشح لرئاسة الحزب إذا ما مضى على عضويته بالحزب أكثر من 10 سنوات. إذا قصدك الرفيقة أمل، فالرفيقة أمل مضيان علي أكثر من 10 سنين، بس كان طلبة ضايع. عفوا رفيقة سامية، هي مرتي يا جماعة، أنا بعرف أكثر من أي حدا إذا كانت فعلا بالحزب. رفيق حمدي، أنت هيك عم تحكي بطريقة الرجل الشرقي المتخلف. رجاءً خلي المرأة استقلاليتها وتحكي بطريقتها، ما تحكي عنها إذا بتريد. لو سمحتي، ما لنا بصدد الحديث عن حقوق المرأة، نحن يا رفاق لازم ندافع عن دستور الحزب. عفواً يا رفيق، الرفيقة أمل مقدمة طلبة قبل 11 سنة. يا شباب، يا رفاق، يا أخوة، مين شاف الرفيقة أمل مقدمة طلبة قبل 10 سنين؟ مو صح يا رفيقة، أمل لسه جديدة. لا يا رفيق، إذا سمحت رفيقة رجاءً من التصويت، مين شاف الرفيقة أمل؟ مين شافها مقدمة طلبة بـ 11 سنة؟ فعود يكون أشوف. تفضل. الله أكبر. جيتي للمكان الغلط، هون مو قطاع عام، هلأ بتشوفي حجمك. الرفيقة أملا. ماشي يا رفيق حمدي، على العموم النتائج هي اللي بتحكم بيناتنا. إذن خلينا نباشر بالانتخابات. هون هون أبو مالك، هون.
ممتاز. والله يا رفيق سامي ما في الا الرفيق فايز، وبتعرفي هذا فصلناه. ليش فصلتوا الرفيق فايز؟ غير خطه. معك رقم جديد؟ عفوا قصدي غير انتمائه، انتسب لحزب جديد. ماشي يا رفيق، دربنا صعب وما مين من كان بيقدر يمشي. خلينا نفرض الاسوار. الرفيقة سانية، الرفيقة سانية، الرفيقة أمل، الرفيقة سامية، الرفيقة أمل، الرفيقة سامية، الرفيقة سامية، الرفيقة أمل، الرفيقة سامية، الرفيقة أمل، الرفيقة سامية، الرفيقة سامية، الرفيقة سامية، الرفيقة سامية، الرفيقة سامية. شفت معلم، قلت لك بوقع. هي وقع. ايه والله وقع. عم تتشرف علي يا حمدي المكتوي؟ بسيطة، بتحاسب. خذ. شو نساوي هلا معلي؟ ولا شيء. إذا حاول يتحرك أو حاول يأذينا، هذا التوقيع مدخله فيه على السجن. شايف لك الوزير ما بينام إلا على إيد مديرة مكتبه، ما بيرفض لها طلب. كرمة أبو مالك، قد ما بتقدر كرمة، لأنه كل ما أكرمتها كل ما ساعدتنا أكثر. هي هي. ألو، أهلين أنسة فتون. اسمحوا لي أيها الرفاق، اطلوا عليكم نتائج الانتخابات الديمقراطية والحرة والشفافة والنزيهة اللي صارت قبل بشوي. الرفيقة سامية 40%، الرفيقة أمل 39%، الرفيق حمدي صوتين. شكراً على صوتك رفيق أكرم. الرفيق أكرم رئيس الحزب السابق صوتين. شكراً على رفاقي. وحسب النظام الداخلي لحزبنا بتكون الرفيقة سامية رئيسة الحزب الجديدة، والرفيقة أمل نائبتها. ألف مبروك رفيقة سامية. الله يبارك فيك. ألف مبروك رفيقة أمل. شكرا. يشرف يا ميت. أهلين وسهلين. أهلين يا سيفتون. خلاص خلاص، الله معك معلم. هاي الأنسة فتون اللي ساعدتنا بالوزارة، المعلم. ولو المعلم أبو جلال غني عن التعريف، نحن سبق والتقينا. يا أهلين وسهلين، تفضلي. شكرا. يلا بالإذن. أنا الله معك أبو مالك. الحقيقة بالرغم من أنه ظروف اللقاء الأول كانت ممنحة، بس الحمد لله باين سيماره عم تبين. أنا بعتذر عن اللي صار يا معلم، صدقني لو كنت موجودة ما كان صار اللي صار. خير إن شاء الله، حصل خير. ليلي هلا شو قهوتك؟ لا معلش، انا ما بدي اشرب قهوه، انا بدي احكي معك بموضوع كتير خطير. شو هو؟ سعاده الوزير عم بيحرك عليك قضايا فيها خربان بيت. ما بيطلع له. لا بيطلع له، لانه فتح ملفات العقود القديمه. شرف، هي نسخه من التقرير، سعاده الوزير احال للرقابه ليحققوا فيه. العمى شبه هاد؟ ولك جن؟ ولك هاد عم يتطاول على الأستاذ معتصم وعلى ناس إيديهم طايلة بالبلد؟ ولك شبه؟ شو صار لعقله؟ والله يا رفيق أكرام، أنا وياك ما لنا شعبية بالحزب، ما بعرف ليش، معقول كل واحد منا صوتين بس؟ كيد نسوان يا رفيق، كيد نسوان. هيستلموا الزعامة هون، ما بكفيهم بالبيت، الله وكيلك بهرب من البيت من سلطتها. لك هلأ لون بدي يهرب ماني عارفة. قلبي حاسسني عم يصير شيء من ورا ظهرنا بدون ما ننتبه. رفيق حمدي، انت بتمثل الحزب وزارتك ولازم تكون قدوة للكل، ما هيك؟ طبعا. ما بخبي عليك، مسموعياتك مو كل هالقد،
عفوا رفيقة سامية، أنا ما بسمح لك تخوضي بسمعتي. ها أنا ما عم جيب هالحكي من عندي، الوزارة كلها مطبولة بعلاقتك بسكرتيرتك، اسمها فتون ما هيك؟ هلأ خلاف شخصي بيني وبين مرتي، ساويتوه هم قومي وبده اجتماع حزبي. ولك يا سيادة الوزير، أنت ما عم تمثل حالك بس، أنت عم تمثل لك كلياتنا، ومدامتك ما لها علاقة بالقصة بنوب. عفوا رفيق خالي، الرفيقة مرتي ورا الموضوع كلها. لا يا سيدي مو هي، أنا ونبيل شفناك وغيرنا شافك، وإذا فعلا ما في بينك وبين أي شيء انقلها، ما عم نقول لك صرحها. أنا ما بحب حدا يتدخل بشغلي بالوزارة. منصبك هاد الحزب اللي ولاك إياه، ولازم ترضخ لقراراته، ونحن الأكترية عم نقول لك انقلها انقلها، واللي موافق يرفع إيده يا شباب. مو شاطرين إلا برفع الأيادي. كمان العقد اللي مشيت لكم يا اليوم حاسسته بده يتراجع عنه. ليش مو هو اللي وقعه؟ ايه طبعا هو اللي وقع، والامور كلها كانت ماشيه تمامها لحد ما تدخلت هالحربايه رغد. وهي شو دخلها؟ شو بيعرفني؟ واحدة مسيطره عليه تماما، والظاهر في شيء بينه وبينه، واصلا الوزير ناوي يشيلي من مديره مكتبه ويسلمها بدالي. فشر اشو ما قلنا كلمه اللي احنا بالوزاره، فشر وستين فشر كمان. والله يا معلم ابو جلال انا بخطر هلا. انت روحي لشغلك ولا يهمك، انا حاميكي. بس ويني؟ بدي اياك تفتحي عيونك 10 على 10، شو ما بيصير بالوزارة بدك تخبريني فورا. انا امرك معلم، بالاذن. الله معي، مع السلامة.